الحادي والعشرون من ديسمبر من عام 1991 افتتح مجلس الشورى رسمياً تحت رعاية جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بعد صدور ثلاثة مراسيم سلطانية 94 و95 و97 على 91 بإنشاء مجلس الشورى وتحديد صلاحياته واختصاصاته وتسمية أعضائه ورئيسه ولائحته الداخلية. وكان جلالة السلطان قد أعلن في 18 من نوفمبر من عام 1990 عن إنشاء مجلس للشورى يختار أعضاؤه بكاملهم من جانب المواطنين. وقد جاء مجلس الشورى بعد تجربة 10 سنوات من عمل المجلس الاستشاري للدولة. إنها لمسؤولية جسيمة، أنتم أول من يتحملها، وأمانة عظيمة، أنتم في مقدمة من يسأل عنها. فلا بد من تقديرها حق قدرها وأدائها على الوجه الأكمل الذي يمهد الطريق لمزيد من التطور في مستقبل الأيام أمام هذه التجربة الرائدة التي تختلف في العديد من جوانبها عن تجربة المجلس الاستشاري للدولة.